بذلت الدولة جهودا حثيثة للتحول إلى الري الحديث على المستوى القومي كأحد الطرق والوسائل التي تستجيب بها الحكومة لتحديات المياه. وعملت الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه. النجاحات تقاس دائما بحجم التحديات، فمع التغلب على العقبات تزداد أهمية الإنجازات. ليعد قطاع الزراعة وتغلبه على تحديات نقص المياه دليلا وشاهدا على أن الإرادة والسعي المستمر هما السبيل للنجاح، والذي تكلل بمضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال وقت قياسي رغم الزيادة الكبيرة لتعداد السكان وارتفاع أعداد ضيوف مصر من الدول الأخرى. لو إحنا عايزين نستفيد استفادة حقيقية من كل نقطة مية، احنا محتاجين ان نظم الري تتطور جدا، ونظم الزراعة تتطور جدا، وحتى التقاوي والبذور المستخدمة تتطور جدا. يعني ايه؟ يعني زي ما اتقال كده ان احنا ناخد مية صرف زراعي ونعيد صياغتها. بس انا بقول للناس واحنا بنتكلم كده انك انت وانت بتعالج الصرف الزراعي بتخلي المياه زي ميه الشرب صحيح، ولكن نسبه الملوحه فيها بهاء عاليه ستة. بتبقى عاليه شويه، وبالتالي مش كل المحاصيل اللي ممكن المياه دي تخدمها زي ميه النيل او زي ميه الابار اللي ملوحتها مناسبه. وفي ظل هذه التوجيهات لجأت الدولة لبدائل جديدة لتوفير المياه، منها التوسع في إنشاء محطات التحلية مع التوسع في استخدام نظم الري الحديث لتوفير وترشيد المياه، فضلا عن استخدام نظم جديدة للزراعة، وكذلك اللجوء للري المحوري لتقديم أكبر إنتاج زراعي بأقل كمية مياه. الدولة عملت أيضا على تحقيق الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه ووقف الاستخدام الجائر لها، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على إنتاجية العديد من المحاصيل، ومن بينها القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة، فضلا عن الزيادة الكبيرة في زراعة البنجر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر الذي يعتبر إحدى السلع الهامة للمواطن المصري. واتجهت مصر كذلك إلى زيادة عدد محطات التحلية، إلى أن أصبحت تملك المحطات الأكبر بالشرق الأوسط لتحلية المياه، والتي وصلت إلى نحو 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا. إذن هي خطوات حثيثة تخطوها مصر لزيادة الرقعة الزراعية في ظل تحدي نقص المياه، والذي لا يواجه مصر وحدها بل تواجهه مختلف دول العالم، وهو ما دفع مصر إلى تحقيق تطوير شامل في نظم الري والزراعة لجعلها أكثر كفاءة من أجل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.